الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل حارب علي بن أبي طالب الجن كما يدعي الرافضة؟ وذكر هذا محمد بن شهر أشوب المازندراني، هذا رجل رافضي يعني، قال إن النبي أرسله يحارب الجن، فتوغل فيهم علي بن أبي طالب في بطن الوادي وهو يتلو القرآن ويومئ بسيفه يمينا وشمالا، قعد يضرب بالسيف يمين وشمال، فما لبث الأشخاص حتى صارت كالدخان الأسود، يضرب بالشمال يلقى دخان طالع، باليمين دخان طالع كأنه يقتل الجن. وكبر أمير المؤمنين ثم قال: كفى الله كيدهم وكفى المسلمين شرهم. وقيل إن النبي يا علي إلى من أخافه الله بك فأسلم، يعني في جن خاف وأم أسلم غير اللي أنت ضربتهم بالدخان. هل هذه الترهات صحيحة؟ وهل لو احنا قلنا ضعيفة هل نحن يعني ننكر أو ننقص من قدر علي؟ لا، حاشا وكلا، لكن كل هذا لا أصل له. لم يحارب الجن علي رضي الله عنه، ولم يقع شيء من ذلك، بل هذا باطل ومن الكذب والموضوعات اللي أحدثها الرافضة. ونص أبو العباس اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك وقال إنه لا أصل له، وهو من الأباطيل التي افتراها الكذابون. وفي مقالات للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز مقالات متنوعة ذكر ذلك، أن هذا من الكذب والافتراء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.